مشاهدينا، وللحديث عن صراع شركاء العملية السياسية على المناصب ومحاولات توزيعها عبر المحاصصة الطائفية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ سينان، مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناة الكرام. مساء الخير. قد يتم يوم السبت المقبل التصويت على تشكيلة الحكومة، وهناك حديث عن احتمالية تأجيل هذه الجلسة، هل تتوقع أن تعقد الجلسة في ظل الخلافات التي باتت تخرج إلى العلن بشأن توزيع المناصب؟ بالحقيقة هناك أنباء تتوارد عن تأجيل التصويت يوم أو يومين إلى يوم الأحد أو يوم الاثنين، لكن تشكيلة الحكومة يعني هي تمثيلية التصويت ستتم على أكمل وجه، لأنه الموجودين بالبرلمان هم بالأصل بيادق يمثلون الجهات السياسية الراعية لهذه التمثيلية، وطبعا لإكمال المسرحية أو التمثيلية راح نشوف معارض هنا أو هناك، لكن الصفقة ستتم لأنه هم تقاسموا الكعكة بالحقيقة، وهم على عجلة من أمرهم قبل يوم 25 بالشهر يوم الحراك التشريني المرتقب. طيب، على الرغم من أن مصادر الصحفية تؤكد أن هناك ضغوط تمارس على السوداني حاليا بشأن تشكيل الحكومة عبر المحاصصة، هل من الممكن أن يتفق شركاء العملية السياسية على تقاسم المناصب حتى ولو بالمحاصصة؟ أستاذ سينان، هم من اليوم الأول من 2003 هم يعملون على أساس المحاصصة، يعني المحاصصة مو شيء غريب عليهم. نعم. بعدين الأخبار اللي برزت للعلن واللي تسربت من 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 جهتهم كلها تشير أنهم تقاسموا المناصب، وأنهم حتى قبل تكليف السوداني هم تقاسموا المناصب وتقاسم الوزارات بينهم، وهذا هذه الرتوش النهائية للمناصب الصغيرة يعني اللي أتباعهم. ليس الغريب الاتفاق بالمحاصصة، ولكن ألا ترى أن هناك موضوع غريب هو سكوت الصدر على توزيع المناصب من دون أن تكون له حصة في الحكومة الجديدة؟ أنا من ضمن الناس اللي ترى أنه الصدر مشترك معهم منذ اليوم الأول، شاء أم أبا، يعني هو اشترك معهم بالانتخابات، اشترك معهم وخاصة أعطاهم المجال حين انسحب من البرلمان ومكنهم من التسيد للموقف، والآن أنه هم مسيطرين على الوضع. الصدر الآن يسكت وينتظر الإعلان عن التشكيلة الوزارية، واعتقد انه ينتظر ايضا الحراك التشريني لكي يعلن الخطوه القادمه، لكن انا يعني دائما ارددها واقول انه الصدر مشترك معاهم، يعني بكل واحد وله واجبه تجاه هذه العمليه. نعم، الخطوه القادمه هل من الممكن ان تكون تحركه الشارع مره اخرى بعد ان بات خارج التقسيمه الحكوميه؟ يعني هي تحركة الشارع كانت قبل لها ذاك البريق وذاك الوهج، لكن لما هو الصدر يعني طلع أمام وكالات الإعلام وندد بالمظاهرات وندد بالناس اللي انقتلت بالمظاهرات، ما أعتقد لها ذاك التأثير المباشر. طيب، هناك من يقول أن حكومة السوداني ستكون حكومة انتقالية وهي للتجهيز لانتخابات مبكرة جديدة، إلى أي مدى ترى أن هذه الأحاديث هي من الممكن أن تكون فقط لتهدئة الصدر؟ هي من اللحظة الأولى لانسحاب الصدر من البرلمان هم أعلنوا أنهم سيشكلون حكومة تقوم بتحضير الانتخابات، هم راح يحضرون الانتخابات، أولا راح يحضرون لقانون انتخاباتي لائم توجهاتهم ويطبقونه طبق زين حتى يتفادون المشاكل اللي سببتها الانتخابات السابقة، ويهدئون الصدر ويوهمون العالم الخارجي أنهم سيقوموا بانتخابات مبكرة وديمقراطية، لكن الجميع يعرف أنها فاشلة وستولد ميتة هذه الانتخابات. ولكن الإطار التنسيقي يصر على أن تكون حكومة بدورة انتخابية كاملة. هذه مو هم يقرروها، يقررها الشارع ويقررها الثوار، يقرروها الناس اللي وصلوا الى اخر مدى من السخط والغليان الشعبي اللي يعمر صدور الناس والعراقيين. من أمستردام الإعلامي والصحفي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.